آخر سؤال، الحديث في صحيح مسلم: لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. عن أي شأن تسأل؟ الآن النساء يعني بيسافروا دلوقتي للعمرة وغيره، وممكن يسافروا أكثر من يوم من غير محرم معهم، فعادي يعني ده ولا من خلف الحديث؟ لا، أنت تعرف أن أي مسألة من المسائل إذا أردت أن تعطي قرارا فيها لا بد وأن تجمع كل الوارد فيها، لا تبني على حديث واحد ورد فيها، إنما تبني على مجموعة الآيات والأحاديث الواردة فيها، وتنظر أيضا في فهم في حديث رسول الله تفهمه على الوجه. فعندنا حديث في مسألة سفر المرأة بلا محرم 4 أحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا ومع محرم مطلق، وهو حديث ابن عباس. والآخر: هل امرأة تؤمن بالله يوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم؟ هذا ثاني. ومسيرة يومين وليلتين ثالث، ومسيرة 3 أيام وليالي ثالث رابع، ومسافة بريد خامس. فهذا في باب المنع، هذا في باب المنع. في باب الإباحة ورد أن عائشة سافرت مع كثير من أزواج النبي للحج في زمن عمر، حجة نافلة، مع رفقة أمينة، مع عبد الرحمن بن عوف، مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. وكذلك في هذا الصدد قال الرسول لعدي بن حاتم: يوشك يا عدي أن ترى الضعينة تخرج من صنعاء حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله. فهذه أدلة المجوزين. وقالوا أيضا أن القصد من المحرم هو تأمين المرأة، فإذا حصل تأمينها بأية صورة من صور التأمين جاز لها السفر، والله أعلم. فنظروا إلى العلة من المحرم، والله أعلم.